الجيش. لا لا ما يجوزناش الخميس نهضر. الخميس 12 ديسمبر كيما هما ما يجوزوش يهضروا على الشعب. ماش نهضروا احنا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الاحترام متبادل. كاين خط فاصل. ايه. انا ما نقدرش ندخل الكازيرما. ايه. وهو ما يقدرش يخرج ما يخرج من الكازيرما يجي ليها بالكلاش. ايه. تاش تاع عسكري يدير مظاهرات. انتوني ما يقدرش. وانا باش ندخل الكازيرما خطيتني. هادو ولادنا راهم في بلاصه وحنا رانا في بلاصه والاحترام متبادل. الديفو تاعنا سيكو لارمي يدير الانتخاب لارمي يدير كذا لارمي يدير كذا لارمي ما يديرش لارمي يعس على البلاد حنا نبنوها وهو يعسها. ماشي يقول لك ماشي من هذا الجانب ماشي من هذا الجانب. انا ما نبنيش بالصبيغه. من بالباربا بالبريك والسيما وكذا ومن بعد نفينيها بالصبيغه. حنا لا لا نبنوها بالصبيغه ونكملوها بالصبيغه ونبنيها بالصبيغه انا ولا دير صبيغه هكذا ونسكن لا لا على بالي تبدا مرحليا مرحله. المراه كيف كيف الراجل ربي دام الحاجه خلق الخط جيش الشعب وحده المراه الراجل المراه وزير الداخليه في الدار الراجل وزير الخارجيه. ما نقولوش علاش درتي المرميطه صغيره ولا براسها المهم ولادها ياكلوا كل واحد المهام تاعو صحيح. وهي ثاني ما تقولوش شحال صورت اليوم مع من تلاقيت. كان الواحد البارح صاحبي قصر لي المراه زعما مازال ما زوج بها بدور ربي يحبك تخلط له في التليفون تاعو شؤون داخليه تاع الراجل خصوصيه عيب عيب. وربي المراه لو كان ما طاعش زوجها ما تدخلش الجنه. يقول لك التي احسنت فرجها واطاعت زوجها وصامت شهرها قيل لها يوم القيامه سلام صاحبي قيل لها يوم القيامه ادخلي الجنه من ابوابها ثمانيه. شوف الرحمن يعطي لها ربي وعطى لها ربي مهمه صغيره تولد وتربيهم ولادها يا رب يجيب لك هذاك توكليهم وتاكلي انت وتصلي وتصومي وتقراي القران عندك الوقت. انا اش تروحي تهملي كل الباب الزنقه تروح على ربعه تخرج لك واحده من تحت الحجر سب سبعه ثمانيه حتى نخافهم ساعات سبعه منا ثمانيه منا 14 منا 70 منا والام بيسكات تاع نزار اصبح ربي تفتح عينيك تلقاهم هما الاولين. هذا بالعاني باش بور دي تروير اي سوسيتي ميزيلما يخرجوها على الاطار تاعها. ايه كش نظر كان انا هنايا واحد يعطيني منا واحد منا واحد منا باش يتلفها لي كاع نزاف ونروح. لازم تقسيم المهام. الطفل يقرا ما يحوش حدا ما يحوش يسقسي باباه وشحال كذا ما يحوش يدخل في المرميطه تاع الدار هو يجوا مسؤولين يقرا كذا. عندك كاينه حاجه طفل قال له بابا شري لي ستيلو كي تشري له ستيلو يقول لك بابا ما يكفينيش. قول يا وليدي علاش؟ قول لي انا ستيلو اون سي جامي يحبس لازم لي واحد اخر زوج اون سي جامي صاحبي واحد اخر 200 ولا ما عنده ستيلو كي طارق زمير يربط السبعه وقال ما عنده ستيلو قول له هاك. قول له وي وليدي زوج والله غير نجيب لك ثلاثه هما انت ذاكي نجيب لك ثلاثه واحد تاعك يجي ذاكي يعطيك صحة نوفر لك بصح انت نهار جي البيلتها لازم تشوف. ايه انا حبيت نقول لك على الجيش على الجيش على الجيش الجيش تما هادو القياده وناس دايبينهم يزخونا بالجيش تاعنا. يا هل ترى الجيش تاعنا حقيقه قوي في العالم هذا ولا لا؟ هذا ما كان حبيت يا اخي احنا مازال نشرو سلاح من الخارج. ايه ما نقولوش احنا رانا قوية ما نستهزاو. ايه مازال السلعه نجيبو من الخارج. ايه ما نقولوش منتجين. انت الاكتفاء الذاتي ما عندكش تهضر على الانتاج. ايه عندي ايه فهم. وما زلنا نهضروا على البترول عيب كما كون ما عندناش البترول كيف كارثه. ولو كان غدو يحبسونا البابوره تاع الفارينه ما دخل كارثه. ولو ناكلوا في بعضنا بعض واللي صاحبو يديروا كاسكو هذا البترول هذا خليني نقول لك هذا البترول هذا البترول تزال ما تسال فيه والو هذا اللي